العمليات الانتحارية هم مستوردين من خارج محافظة حضرموت، يقلبوا من أجل أن يظهروا أولا الانتقام على أبناء حضرموت وأهلهم، بدليل توجيه هذه الأحزمة المفخخة والسيارات المفخخة إلى أماكن تجمع المواطنين والأسر. وآخر عملية كان هي اكتشفت يعني بعد عملية بروم، عمليتين اللي في بروم والغبر واللي كانت متجهة للخور لتنال من أهلنا أثناء احتفالاتهم مهرجان البلدة. لكن بفضل اليقظة العالية لقوات النخبة والوحدات العسكرية للجيش الوطني تمكننا من اكتشافها، ما أدى إلى أن هم بنفسهم الجنود يتحملوا أن يكونوا ضحية هذا الانفجار. الشيء الثاني، بعده اكتشفنا حوالي 3 حالات من هذه المسائل، من ضمنها خلية إرهابية لتقوم بتنفيذ عمليات اغتيال لقيادات مدنية وعسكرية في المحافظة، فتم اكتشافها في حينه وهم رهن التحقيق الآن. سننتقل للمرحلة الثانية علناً لمكافحة الإرهاب. سنوزع تواجدنا من خلال تواجد قوات النخبة في مناطق الهضبة والوادي لإبعاد كل عناصر القاعدة أو القضاء عليها، فلا خيار أمامنا غير مكافحة الإرهاب بالتعاون مع قوات التحالف وقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، وتنفيذ من قوات النخبة الحضرمية أبناء حضرموت. هم بذاتهم سيكونوا من يقتلع ويواجه القاعدة. ما التضحيات الأخيرة إلا انتقاما لهذا الكلام، وما التفجيرات الأخيرة إلا انتقاما للدور اللي يقوم به أبناء حضرموت. بالنسبة للنفط اللي موجود في الضبة، ليس للضبة بس، نحن نقول كل خيرات حضرموت اللي نغذي فيها ميزانية الدولة ونساعد فيها في التنمية للبلاد، نحن لأول مرة ننتزع قرار وفق مخرجات الحوار لنأخذ نصيب حضرموت لتنمية حضرموت ذاتها. وبالتالي هذه الصفقة أو غيرها من المنتجات القادمة أو المنافذ أو أي مرفق سيادي، مثل ما وضعت لنا الحقوق أن ننتزع حقنا أو تحتسب نسب حضرموت، فهي أخذت ضمن الاعتبار. فلا وجود مشكلة بيننا وبين الحكومة وبين القيادة في مشكلة صفقة النفط الضبة. تعز دولة مدنية ودولة حديثة مشروعها السلام والأمن، فالتطرف الذي يأتي بداخل تعز وقصف القباب والمساجد والآثار هذا يعتبر اعتداء على المدينة تعز، مدينة السلام والأمن، واعتداء على مواطنيها. اليوم خرجنا من أجل
التنديد والمطالبة بوقف مثل هذه الأعمال، سواء من قبل أشخاص مجهولين أو من قبل أطراف سنية شيعية لا ندري من هم. لذلك نحن نريد وقف مثل هذه الأعمال التي تهدد مواطن تعزل مواطنيها وآثار تعزل المهمة التي تعتبر من المعالم الحضارة في تعز، ولذلك لا نريد تخريبها وطمس معالمها من قبل مثل هذه الأشخاص. خرجنا اليوم في هذه الوقفة الاحتجاجية ضد ما يحصل في تعز الحضارة، تعز التاريخ، لطمس من الهوية بتهديم المساجد والقبب الأثرية، ونستنكر هذا العمل كونه لا يختلف كثيرا عن ما يقوم به جماعة صالح والحوثي. اليوم شباب تعز وخرجوا في وقفة احتجاجية رافضة لثقافة التفجير والهدم. تعز دائما كانت حاملة للمشروع الوطني ورافعة للدولة المدنية، تعز تنشد الدولة المدنية، تنشد السلام، ترفض ثقافة التفجير. ثقافة التفجير ثقافة دخيلة على الشعب اليمني، أتى بها الحوثيون من جبال مران، وهي كما متعارف عليها ثقافة إيرانية. بدأوا بتفجير دور القرآن ودور العبادة أيضا. هذه الثقافة نقول دخيلة على اليمن ودخيلة على تعز. تعز بكل مكوناتها المدنية ترفض ثقافة التدمير. تعز كانت وستبقى مدينة للسلام والبناء، مدينة للعلم والثقافة. كان يطلق على المنطقة هذه، كنا نطلق عليها والعامة يطلق عليها مثلث الموت، يعني لا يمر إنسان إلا يتعرض للقصف، لا تمر سيارة أو مركبة أو باص إلا يتعرض للقصف للقنص. والحمد لله بفضل الله بعد تحرير المنطقة بدأ ينتشر الأمان والهدوء بين السكان ويتلاشى الفزع نوعا ما، الحمد لله. الوضع كان هنا يعني خطير، قنص، ما حيقزع، ما حيقدر يمشي، يقنصوا الماشيين، يقنصوا، يعني حالة خطيرة هنا، خط أحمر، يقنصوا مدنيين، يقنصوا أي إنسان. الآن الحمد لله احنا بأمان مع أبو شحا، والحمد لله توكل على الله. كنا هنا قريش نخرج الماء من القنص. هل قنصوا مدنيين؟ اي نعم، كثير من ما حصيناهم.
والله الوضع كان هنا ما حيفتحش، كنا مبندين جلسنا سنة وشهرين يمكن. بسبب ايش؟ بسبب انه كان الحوثي هنا مسيطر وممنوع اي واحد يقزع من هنا. ونهي يعني دمروا البيوت كما تشوف هنا. ولا بقاوا للمواطنين اي غراض. وكان يتم قنص المواطنين من العماير هذه، اي واحد يقزع بالشارع هذا. حتى لو انت يعني بتفاقد المحلات ممنوع. يعني دمروا البلاد، خربوا البلاد. الان لما سيطر المقاومه هنا فتحنا بامان الله، ما فيش اي حاجه لنا. من لما يعني دخل المقاومه برباشا تمام فاتحين، نطلب الله ولا في اي حاجه. قلت لك احنا جزعنا اول الحرب، عادهم بدوا جلسوا بهذا المكان وبهذا المكان بدول جاب الحوثيين مسكوا. بدول الحوثيين مسكوا. المكان هذا بدول الحوثيين مسكوا. مسكوا مين؟ هناك لا هنا. ما خرجنا لا خرجنا من وسطون من هنا. قالوا قزعوا كلا يضربوا كان معهم الدواعش. قلنا يلا هي. قزعنا بيرقلنا ونزلنا الوادي ذاك بريق. وبس ما رجعناش ولا احنا دارين كيف يعملوا ولا هذا الشيء. كانوا يقولوا اقنصوا، احنا ما رجعنا شلون رجعنا الا بعد ما طيروهم كذا حرروا ذا هذا الشرعيه حرره. ارحمونا وارحموا اولادنا حرام، يرقمونا قذائف، قتلوا اولادنا، قتلوا اخواننا، يقول خذوا القتلى والجرحى يسجدوا الثانيه يقتلوا الباقيين حرام عليكم. ارحمونا، ارحموا اليمن، ارحموا تعز، ارحمونا. دماءنا في الشوارع، لحمنا في الشوارع مكرع حرام عليكم. وين الناس؟ وين الامه؟ وين الحرام؟ غوروا علينا، غوروا على تعز، على تعز مظالم. اللعب عقل بالشوارع مكرع حق اولادنا وازواجنا. غوروا علينا، حرام عليكم. يجوا ينقضوا القرعه والقتلى، يسودوا يعوضوا يقتلوا الباقيين. الله يحفظكم ولا حرام عليكم. يكفينا سنتين. ضربوا القذيفة لأسط البيت، دمر البيت، قالوا الناس ينقذوا. هذا قذف أول واحد، قال القذيفة الثاني سقط هذاك على طول. ما خافوا الباقيين، تهربوا ولا حد قدر يقدم. حرام عليهم، حرام. يعملوا بنا آجر، حرام. يقولوا ينقذوا القرعة والقتلى، يقتلوا الباقيين، يعني يغرفوهم بالغرافات. مش حرام عليكم؟ حرام. معنا اولاد، معنا زواجنا، عتبوا النسوان، عتبوا القوال بلا. حرام عليكم. وين المسلمين؟ حرام يا ظلمة، غوروا علينا من الأدم المجرمين من الحوثة. الدماء سيل، الدماء سيل عندنا باليمن. تعز هذه كلها دماء، كلها لحم مكرع بالشوارع. حرام عليكم. تشوفوا لنا سكتة، حرام عليكم. انقذونا الآن، احنا أزيد من فلسطين، أزيد من فلسطين عندنا. حرام عليكم يا ناس، غوروا علينا من الحوثة هذا وقتلونا، دمروا بيوتنا، دمروا أولادنا وزوجنا. أنا القلوب حقك، وين الدم؟ ما عندك أمس قلوب يا ناس. Oh!
نحن كنا قاسين نعبي مهنة، الناس كان في ناس مليان، ما درينا الا بالقارح بالجهة الثاني داخل، ونحن نشوف القارح الثاني بقي في قارنا توفى هناك واحد، قرعهم ثلاثة طفلان ومكلف، هذا كله لا ذنب. الامر قالوا روحوا قرحوا على المقاومه، اما انه يجي قرحوا للبيوت لا ما يصلحش، قتلوا تعز بعض الضرب، هذا اللي كله اللي شفته. روح لهناك اشتري سلسله سامية. على بيتنا قال لك حارتنا. بيتك اللي عزاب. الاصابات مات واحد، والقذائف جن ثنتين، والحي مدني ما به معانا مخلوق الا كله مدنيين، اطفال مكالف، ليش يظلوا يرموا الدبابات لا فوقنا؟ ليش؟ ايش حصلوا؟ علي صالح عدو عجي مرأسنا بعيد عليه بعيد والله، ولا يزيد يطب تعز برجله، تعز المقبرة حقه، تعز مقبرة علي صالح ومقبرة الحوته فقط لا غير، مهما قتلوا مهما رموا مهما عملوا ما هم ساتر يفعلوا بنا حاجه.